السلام عليكم ورحمة الله. كي داير اخويا؟ مرحبا بكم في الفيديو الجديد. كيف ما كتشوفوا الاخوان، كاينين شي ناس اللي ما كيفقهوش في تربية الحصان. دابا هاد السيد هذا ما شكون اللي قال لي دير الطريقة عادي باش يبرا لك الطائر او لا تخرج لك شي طفرة في شكال، الله ما عرفش. شوفوا الاخوان كيفاش كيتعامل مع الطائر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا صافي، ما غاديش يعيش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اش بالكم نتوما الخوت؟ اش بالكم في هذا الفيديو هذا اللي كيتعدى هاد السيد راه الطاير هذا؟ دابا بدا كل شي واحد اللي قال ليه دار الطريقة ما ورا ما يديرهاش.